بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. حقيقة فتح الطيران بين مصر والسعودية في شهر نوفمبر 2021 بعد تحسين الأوضاع للفيروس المستجد. إليكم التفاصيل متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى نقول لكم كل ما هو جديد متعلق بموعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. نوضح حقيقة فتح الطيران بين مصر والسعودية في شهر نوفمبر 2021، حيث أن هناك الكثير من التساؤلات التي تم البحث عنها على محركات البحث كمحرك بحث جوجل من قبل العديد من المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى السعودية حول ما يتعلق بالميعاد الذي سيتم في فتح الطيران بين مصر والسعودية لكي يتمكنوا من الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لتأديد مناسك العمرة ومناسك الحج، وذلك فور الإعلان عن الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد المعروف أيضا بكوفيد 19 ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في العالم أجمع، والتي أدت إلى تعطيل وتوقف حركة الطيران منذ عدة أشهر بين دولة مصر ودولة السعودية، وذلك اتباعا للإجراءات الاحتراز التي قامت بوضعها الجهات الحكومية للحد من تأثر أو تأثير تفشي المرض. والآن سنتعرف على مصداقية الإعلان المتعلق بتحديد موعد لفتح الطيران بين مصر والسعودية. حقيقة فتح الطيران بين مصر والسعودية في شهر نوفمبر 2021. على مدار شهر فبراير الماضي أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بتعليق المواطنين المصريين لمواطنهم بشكل غير مستمر، إذ أن هذا القرار يعد من قائمة القرارات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل المملكة العربية السعودية للحد من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد نتيجة لاكتظاظ المواطنين في رحلات العمرة ورحلات الحج. والآن سنتعرف على تفاصيل أكثر عن الموعد المفترض به فتح الطيران بين المملكة العربية السعودية ومصر. حقيقة فتح الطيران بين دولة المملكة العربية السعودية ومصر، قامت جهة موثوقة في وزارة الطيران المدني بإيضاح أن الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها توضح أن موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية أصبح قريبا جدا، مع الإشارة إلى أن تواجد اتصالات مستمرة بشكل دائم بين كلا البلدين، وذلك يرجع إلى الرغبة في تسريع عودة الرحلات بين المملكة العربية السعودية ومصر لوضعهما الطبيعي القديم بأسرع ما يمكن. كما أنه فيما يتعلق بتحديد موعد فتح الطيران بين دولة المملكة العربية السعودية ومصر، قامت جهة أخرى موثوقة بالتأكيد على عدم وجود موعد محدد لعودة حركة الطيران حتى موعدنا هذا، ولكن هناك أخبار داخل المملكة العربية السعودية تم تداولها تنص على أن السعودية ستبدأ عملية رفع القيود السفر بينها وبين 6 دول من بينهم مصر. متابعينا على فضيل رجال اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.